دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيبدأ صرف تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 15% لحوالي 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون شخص، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية. وبيدعم البرنامج 1.2 مليون شخص من ذوي الهمم بتكلفة سنوية تصل ل 8 مليار جنيه، كما يدعم 700 ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنوياً، بالإضافة ل 720 ألف امرأة معيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه. كما يتم تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 245 ألف من الأيتام بنسبة 18.5% وبتكلفة سنوية 1.750 مليار جنيه. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة الأولى من شهر رمضان بعنوان رمضان شهر الطاعات، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معاً الأولى والثانية ما بين 10 دقائق و 15 دقيقة كحد أقصى للخطبتين معاً. النهاردة بيترقب محبو الساحرة المستديرة قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا اللي بتقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية. ومن المقرر أن تحدد القرعة مسارات الفرق الثمانية المشاركة من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية، وهيتم على أساسها تحديد مباريات الدور قبل النهائي. وهتقام قرعة دور الثمانية أولاً، والفريق اللي هيتم اختياره في البداية هيلعب مباراة الذهاب على ملعبه. أما بالنسبة لقرعة قبل النهائي فهيتم سحب 4 كرات، الفائز في مباراة دور الثمانية الأولى حتى الفائز في مباراة دور الثمانية الرابعة، وهيتم الاختيار بينهم. والكرتان الأولى والتانية اللي هيتم سحبهم هيحددوا مواجهة قبل النهائي الأولى وتحديد الفريق صاحب الملعب في مباراة الذهاب.